هو ملف شبه كامل جمعته قناة الجديد عن المشتبه منهم الجدد في قضية اختطاف اللبنانيين على الحدود التركية السورية. خيوط، صور، ومقابلات. هلا نحن بدنا أسلحة متوسطة. كما استعنا بأهالي المخطوفين لمزيد من التدقيق. قناة الجديد حصلت على نبذة عن المشتبه فيهم. الرجل الأول عبد السلام دلول الصادق، الملقب بالمعلم، يبلغ من العمر 41 عاما، هو ميكانيكي سابق، أما الآن فمهمته تهريب منشقين وضباط إلى تركيا، وأهمهم العقيد المنشق رياض الأسعد، وهو أي المعلم من أهم المطلوبين من السلطات السورية. ودلول هذا مسؤول ميداني وحيد عن المحور المتقدم، ويتحرك ميدانيا بأريحية بين تركيا وسوريا. الأهالي أكدوا أنه كان في البستان في انتظار الحافلة مع مجموعة من الشباب، وهو من تسلم المخطوفين. هل بيمثلكم المجلس الوطني؟ هلا حاليا بيمثلنا، يعني عرفت كيف؟ لأنه الدول ما راح تجي تحكي تتفاوض معنا، يعني إجباري بأن ممثلين عن الشعب السوري حاليا بيمثل. بس في حال هو طلب منكم الآن أنه انسحاب، أوقف الثورة، هذا ما بنسأل. نحن علاقتنا مع الجيش الحر، مع المجلس الوطني بهالشيء هذا، نحن علاقتنا منسقين مع الجيش الحر، يعني نحن ومنرفض الانسحاب. هاي كلمة انسحاب نرفضها. قلت لي مستعدين تاخذوا مساعدة من الشيطان حتى ليسقط الأسد. مستعدين لهالشيء هذا لإسقاطه. من الأمريكان، من الإسرائيليين، من أي جهة كانت، مهم، لأنه هذا يعني اللي عم يسويه فينا ما سوى لا هتلر ولا اسرائيل ولا ما حدا سوى. يعني اذا الاسرائيليين قالوا لكم بدنا نساعدكم تاخذوا مساعده منهم؟ نحن ما نتمنى يعني نوصل لهالامر هذا. عنا دول اسلاميه، عنا عرب، عنا يعني اصدقاء، عنا يعني متامنين خير ان شاء الله. يعني هذا اخر مطلب، اذا قطعت جميع السبل راح نحط ايدنا بيد أيك. الرجل الثاني محمد أحمد عبد الوهاب الصادق، الملقب بالبطريق، وهو صاحب عبارة شرفه لمعلم عاوزكن، متعارف عليه بأنه المهرب الأول على الحدود حتى قبل بدء الأزمة، فهو يهرب كل شيء من التبغ إلى البشر. الأهالي أكدوا أنه هو من راقبهم في المصلى وصعد بعدها إلى الباص وعرف بنفسه أنه من الجيش الحر، ليأخذهم بعد ذلك إلى البستان ويسلمهم للمعلم. للبطريق إطلالات إعلامية كثيرة، وأبرزها مشاركته في الشريط الدعائي الذي بثته قناة الجزيرة بعض الوقت عن الثورة السورية. وداس على رقبتي، أنا إنسان ماني حيوان، أنا إنسان ماني حيوان، العالم كله مثلي. العقيد المنشق مالك الكردي أكد أن الأسماء المذكورة أعلاه تابعة للجيش السوري الحر، لكنه في اتصال بالجديد نفى أن يكون لهم أي علاقة بالاختطاف. أخي الكريم، بالنسبة لهذين الشخصين، هما عبد السلام دلول معروف لدى الجيش السوري الحر، والآخر أبو فادي المعروف لدينا باسم البطريق. هم من عناصر الجيش السوري الحر، وهذين الشخصين أؤكد لكم أنهما بعيدان عن المنطقة التي تم فيها الخطف بمسافة تتجاوز 200 كيلومتر. الجديد حصلت على صور حصرية لباقي المجموعة، ليس فقط من تعرفت إليهم النساء وعرضتهم على بعض اللواتي كنا على الباص. هلا انا بشك انه ما مدين اللي كان بيناتهم. وكمالاتهم وين؟ كان اللي بيناتهم بالبستان، بس هذيك اثنين مأكد منهم 100%، او يمكن شبيه لهم. هو محمد خالد قيراطة، مسؤول مجموعة فرسان الساحل، تيمنا بمسقط رأسه اللاذقية. إلا أنه من ضمن المستندات التي حصلت عليها الجديد صور لفارس الساحل مع بسام العمادي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري، وهو سفير سوري سابق في السويد، انشق قبل عام تقريبا عن النظام السوري،
وفي مقابلة ضمن برنامج الأسبوع في ساعة قبل 3 أيام نفى معرفته بهذه المجموعة. هل لك علم بمجموعة تسمي نفسها أحرار الأتارب؟ لا أبداً، الحقيقة ما عندي علم فيها على الإطلاق. هي جواب مباشر يعني. وأتحدى أي واحد يقول أنه أو يعطي يكون دلائل يعني. للأسف شوف، في ناس بتفبرك كتير يعني. اتصلنا مجدداً بالعمادي الموجود في السويد بعد حصولنا على الصور، فهو كان في المنطقة قبل نحو أسبوع من الاختطاف. هذا البطريق أنا شفته وبعرفه، صح هذا صح، بس طيب. هو اللي خاطفته ليه؟ وعبد السلام، وعبد السلام دلول ما بذكر هيك اسم، بس لقلك شغلي طولي بالك، انت عم تقولي لي البطريق طلع هو اللي خاطف؟ ايش طلع؟ الاهالي شافوه قالوا هيدا اللي اخذنا على الباص، وقالنا بدي اخذكم عند معلم. انا مره شفته مره واحده وحيده في احدى الزيارات. طب ما في هلا تواصل معهم، وساطه معهم، اي شيء؟ على الاطلاق، على الاطلاق، ولا حتى بعرف تليفوناتهم، ولا حتى بعرف روح لعندهم مره ثانيه. اذا معطيات الجديد تشير الى ان المجموعه موجوده في بلده نشرين التركيه، وهي بلدة صغيرة جدا على الحدود التركية السورية، يفصلها عن خربة الجوز السورية سهل ممتد على طول شريط الكرة. أما من الجهة التركية فالكرة الأساسية بعد نشرين هي كرة تركية علوية موالية للنظام السوري، فما بين الكرة السورية حيث تنتشر القوات النظامية والمناطق العلوية يبقى السهل الكبير، أكثر المناطق أمانا للمجموعة ليودعوا فيه الأمانة. نوال بري، قناة الجديد.